هذا البرنامج يقدم لكم برعاية إيريس. استمتعوا بهذا البرنامج مع رامي. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في هذا العدد الجديد من برنامجكم حباب ربي. حباب ربي في هذا الشهر الفضيل خيرنا أنه يكون شعارنا اشرب يا عطشان، لأنه ما كانش أحسن أنه الواحد يدير صدقة جارية كالماء. اليوم مشاهدينا شاء القدر أنه نجيو إلى هذا الدوار، دوار كائن بالمنطقة المسمى عين غانم. راكم تشوفوا خلفي المنزل، هذا المنزل اللي يعيش داخله عائلة متكونة من 5 أفراد، من بينهم طفل صغير. راح نتعرفوا حكاية هذا الطفل بلا ما نخوض الآن في التفاصيل، ولكن راح نقول لكم أنه هذه العائلة بحاجة ليكم أنتوما. في كل مرة نقول لكم أنه يد وحدة ما تصفقش، إحنا وأنتوما راح إن شاء الله نديروا اليد في اليد ونعاونوا هذه العائلة، وإن شاء الله طبعا صوتها راح يلحق الأكبر قدر ممكن من المحسنين مشاهدينا في الشهر الفضيل، تكثر فيه الأعمال الخيرية، وإحنا الجزائريين معروفين تضامننا وتكافلنا، وعلى بالي أنه إن شاء الله هذه الحكاية وباقي الحكايات إن شاء الله رايحين يشوفوا الخير. بلا ما نطول عليكم نقول لكم أنه حكايتنا وقصتنا نهار اليوم رايحة تبدأ الآن. السلام عليكم. السلام عليكم حباب ربي، واش راكي؟ وين راكي اختي؟ مانيش نشوفك، واش راكي؟ بخير؟ اربحي عندي صحة رمضانك. كل عام وانتيا بخير؟ خير لاباس؟ راكي مليحة؟ الحمد لله. واش راكي؟ لاباس مع رمضان؟ الحمد لله. الحمد لله. يا الشغل؟ ما كان حتى شغل. والو انت قاعده برك؟ انا قاعده، ما عندي شغل، ما عندي حتى حاجه. شغل اللي باين نكملو بكري ونقعد. خلينا ندخل نشوف. معليش. بسم الله. اذا مشاهدينا قلت لكم هذه العائله متكونه من 5 افراد. عندنا الزوجه، الزوج تاعها، زوجها هو متطوع كمؤذن في المسجد. لوجه الله يؤذن. لوجه الله. هنا في هذاك الجامع اللي في هذا الجامع اللي ومن بعد ان شاء الله نروح عليه. عندها 3 دراري. قالوا لي عندك زوج وواحد ربيب هكذا. لا انا ما عنديش. انا ماشي انتيا؟ زعما عندك انتيا وهاد الطفله وزوج ولاد. عندي زوج كوره وطفله. الله يبارك ما شاء الله. نقدر ندخل اختي؟ دخل. بسم الله. وهكذا ندخلوا للدار. شوفوا امنوني والله يا خاوتي، والله والله هاني نمس فيها، هاني شدتها راهي ترجف. شوفوا ها والله، شوفوا هاي ترجف. برت برت برت. شوفوا هاي ترجف كي راهي ترجف. نتمنى انه هاد البرد اللي انا عايشينه، انا اليوم برك جيت والحاله هو مشمس وشباب والبرد، وانني عايشه معهم غير اليوم. هما كل يوم هكا، كل يوم هكا ملي يدخل البرد تاع جانبي هكا. عندي دوك 12 سنه وانا هكا، عندي دوك 12 سنه وانا هكا.
شابة انتي كي بردانة ماما، كي بردانة بزاف ولا شوية؟ انا بردانة بزاف بزاف. اسمك يا شابة؟ شوفوا فاطمة. فاطمة شحال في عمرها فاطمة الشابة؟ متعرفيش في عمرها خمسة. الله يبارك ما شاء الله. هاي فاطمة واش تحبي تقولي لهم قبل ما يشوفوا فيك؟ كامل يحبوك فاطمة. هاي الكاميرا واش تقولي لهم؟ اني بردانة بزاف بزاف. واش راكي حابة؟ واش كنت تمنى يا ماما نجيبولك؟ تمنى تجيبولي تليفون. انتي باش تلعبي بالتليفون يا ستوتة؟ ها؟ نقرا بيه. تقراي بيه؟ واش كي حابة تقراي بيه؟ نحب نقرا بيه العربية وتلا وفرنسي. تعرفي تقراي؟ اذا فاطمة راهي حابة تليفون وقالت لكم راني بردانة بزاف. انا شوفوا انا انسانة كي نشوف حاجة نحب نركز عليها، لانه في كل مرة ندخل العائلات الا نلقى حاجة اللي تقطع لي قلبي. راهي مسكينة كاع ترجف اصلا، شوفوا حالتها. ها ديجا هاد الصباط، هذا حشاكم تاع النيلون، هذا البوط تاع النيلون هو اصلا بارد. وكان تشوفوا يا خاوتي شحال يزيد يبرد كي يكون البرد. انا لبسته ديجا. يا حليل كيفاش حبيتو ما يكونش البرد؟ الدار رايبة عليهم راكم تشوفوا هذوك التشققات، الدار راح تريب عليهم في اي لحظة. كونجيلاتور غلاسون والله غير غلاسون الدار. شوفوا التشققات هذه، الدار قادرة. شوفوا بعيد الشر معليش. شوف ها ها رايبة هاي الدار، ها تتفتت الدار في اي لحظة لا قدر الله اطيح عليهم. يعني هنايا ها شوف شوف وراي حطي ها ها شوفوا هنا، شوفوا شوفوا هنا. شوفوا بعينيكم ها هذيك طاحت. اروحوا شكون يجي معايا مصور؟ ادخل لي هيك هاكم تشوفوا الريح والبرد كيفاش يدخل. هاكم تشوفوا رايبه الدار، طلعت شوفي شوفوا البلافون قصب. شوفوا الدار هذه، دار هذه انا مستحيل نقول عليها دار. شوفوها استرعد ما عندكش باش تسخني، سخني شويه ها. شحال وحده سخني شويه. شوفوا كي هي هي دار، يديها شوف شوف شوف. حول ولا قوه الا بالله. رمضان في شهر رمضان الكريم، خالتي عاونونا، خالتي وقفوا معنا باش نوقفوا مع هاد العينة. شوفوا ولادها مساكين بريختها، قاشهمش مسخين. حول ولا قوة إلا بالله، قاعدة في الدار بالمونتو، هذا واش عندها؟ تحكي لي، هاكا ماكش تشوفي فيا، هاكا مالونا هاكا بالمونتو والبر وقاعدة تدور. حاشني اللي عندنا ندير لهم الخبز، نجم نطيبو في الأرض، كلش طابونة ديها، كي تكون الشتا ما نطيبش برا، تعبش نطيب داخل طابونة ها هو اللي نطيبها. شوفوا ها تترعد، ما عندكش باش تسخني، سخني شوية، ها شحال وحدة شحال وحدة تسخني شوية. شوفوا كي هي هي دار، يديها ويرجع شوف شوف شوف. وان شاء الله اليوم واش كتب ربي ان شاء الله يكون فطور. شوربه شوربه حريره وبطاطا جويزه، هذا ما كان ان شاء الله. انا نشوف الفريجيدير تاعها. انا حبيتكم نتوما تجوا معايا ونشوفوا اذا هذا الفريجيدير تاع هلا راهي تصوم، راهي تجوز في رمضان. هاي الشوربه دي تاع البارح واقيلا. ها هاي تخلي الشربة، هاي ديك الشربة.
نخليكم تزيدوا تشوفوا معنا هاد المشاهد تاع المنزل وتشوفوا مشاهد. اسمك زكريا. شكون يقرا فيكم مليح؟ شكون الاول في القسم؟ شكون يقرا فيكم مليح؟ انت زكريا. شحال المعدل؟ 10 معدل. الله يبارك. 10 معدل 9.75. الله يبارك. عندك البيوتان وروك شحال يقرا؟ عندك البيوتان جيبلي شوفو. روح يا بطل. شوفوا فاطمة من شدة البرد راحت ديريكتومون دات هذيك الفرصة هذا وتكسلت. راكم تشوفوا نيفها مسكينة هذيك حشاكم نيفها كيفاش ويسيل تقول لا كلاص يتهبط المهم برد. قلت لهم علاش ماكمش مشاهلين هذا؟ قالوا لي القرعة تاع الغاز ما فيهاش، قعد فيها غير شوية. تسخنوا بهذا فاطمة؟ نعبليك باش يسخنوا. شفتوا علاش؟ شفتوا في فصل الشتاء كنا نشوفوا بزاف الوفيات بسبب تسرب الغاز. هم لي خاوتكم كيفاش عايشين؟ نتوما تقولوا تتسالوا كيفاش هادو ما ماتوا بالغاز؟ يستنشقوا هذا. شوف امراقدين ومن بعد تديهم عينهم القرعه تاع الغاز تخلص. كي تخلص القرعه تاع الغاز هذا يقعد يمشي في البيت، بعدها يستنشقوا كاع هذاك الغاز وتسرب بعد هالكوارث. نشكركم ربي يحفظكم ان شاء الله، ربي ان شاء الله يدخلكم الجنة وربي يشفيكم ان شاء الله. راهو الحق لضيفنا الان. السلام عليكم، واش راك خويا بخير؟ لاباس الحمد لله. صافا خويا، مرحبا بك. طولتوا في الطريق شويه. اذا اليوم ضيفنا هو الفنان العربي بومدين وليد ولايه تيارت. كنا تواصلنا معه وطبعا هو لبى النداء وجانا من تيارت حتى لهنا باش فقط يشاركنا هذا اليوم ويعيش معنا في رمضان ونتقاسموا طبعا كيف كيف الاجواء. اولا نشكرك اختي عائشه على الدعوه وصافي بليزير، باسكو البرنامج هذا نبغيه بزاف. صافي بليزير راني معاكم. وش نقول لك؟ الله يجيب لكم دراهم بسهول وحاجه بسهول، ما تموتوش حتى تصلوا عند قبل الرسول انت وكامل ليكيب. والله صافي بليزير باسكو راكم تعاونوا في القلاليل. انا واحد من انا انسان قليل ونبغي قلاليل. صافي بليزير ديجا. شكرا، انت جبتهم لنا خويا بارك الله فيك، كنت خليتهم في الطوموبيل دونك فوالا اني جبت لكم لي جو باش تفطروا بهم. داكور هكذا باش تفطروا بيا اليوم. انا نحطهم هنا خويا. نضحكوا شويه ولكن باش تشوفوا انه ابنائنا يلعبوا بالحجره. انا شتهم يلعبوا بالحجره قعدت خلاص حبست، جي با بو نامن انه صح يلعبوا هكذا بالحجره. شيء مصيب بصح هذه لازمك تفكرها ومين تكبر دير القلب راك فاهم. باسكو حنايا واحد المقوله يقول لك لي يكبر ويدير دراهم ما ينساش باللي كان يمشي بالحفه. ها لازم هذه هي اللي دير لك القلب وتقرا. راك تقرا سان تقرا خمسه خمسة. مين تكبر شك باغي تولي؟ جوار. جوار أيا إن شاء الله نشوفوك جوار وتشرف الجزائر إن شاء الله وتفرح عائلتك وميمتك. وعد أيا إن شاء الله. صح ما قلتناش زكريا، روح قل لي شكون هو الجوار المفضل نتاعك؟ محرز. محرز محرز. يلا نقولوا نديروا النية ونقولوا بالك محرز راهو يشوف فيك هكذا زكريا. واش تقولوا المحرز؟ قلت هو اللي يعطيكني اللعب تاعي كنت لقيت لي قدرة. وانت شدك تلعب لعبة مليحة
واش تقدر تلعب لعبة نورمال. ونتمنى ان شاء الله الصفحات تبارطاجي هذا الميساج تاع زكريا باش ربما يقدر يلحق المحرز، وحنا نعرفوا انه محرز يقدر يحقق امنيه هذا الطفل، وبالك يكون في الجي ولا يجي لعندك يزورك. راك حابو يجي يزورك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. اذا المشاهدين طبعا خليكم تشوفوا معنا هذه المشاهد، تشوفوا الدار كيفاش رابط عليهم. دونك هذا المشهد اللي هو امامكم لو يمر الان تاع هذا الحجر الرايبين استرهم ربي منه. والله شيء مؤسف والله. والله عارف انا لحمي شوك با ربي الله يفرج عليهم ان شاء الله. هذا ما كان ربي يكون معهم ان شاء الله. ان شاء الله لازم تتفكر هذه المشاهد تشوفهم تتفكر ودير القلب. باسكو باش توصل لازم بهذا السؤال صح؟ تفكر هذا الحجر صح؟ وقلت هو اللي يعطيني اللعب تاعك وانت اللي قدره وانت يشتك تلعب لعبه مليحه واش تقدر تلعب لعبه نورمال. وشفت هذوك المشاهد خويا العربي دوك تشوف الكوزينه. انا قلت لهم شوف ديجا الفوق، قلت لهم حتريب كامل الكوزينه والبرد البرد البرد البرد. السلام عليكم. هاني وليت. شوفي قال لك حطيبي افير كسره. ايه تري بيان. وكيفاش طيبيها؟ نعجنوها ونحطوها ونطيبوها في الكوشه برا. برا؟ ايه حاله تري تري بيان. اليوم انا نعجن، عندي بزاف ما عجنتش. نعجن لك انا والحطب. الحطب برا. برا يجيبوا لنا العربي اليوم. نقول العربي نخدموه شويه يجيب لنا الحطب. تجيب لنا الحطب. نروح نجيب الحطب بس انا خاف من الكلاب. اسمع بصح العربي حبيت ربما تعطيني كلمه لهذا الام. شوف مسكينه تترعد من شده البرد. قبيل قالت لي كلمه كنا نقصروا هكا نحوسوا على البولتا، قالت لي عائشه من شده الوضع هذا مرتباش اعصاب. شوف هالاعصاب انا بيهم. تبيهم؟ اه. تشربي التوا تتبعي؟ اي. واش قال لك الطبيب؟ قال لي تبعي الدواء حتى تبراي. وزاد وليدي ثاني يشراني مع ثاني معاه. اي عنده القوات. هذاك زاكي. دوك كي درت له لي زاناليز درت له قعيتي هنا قالت لي عاودي ورديه لي. قالت لي نشوف. قالت لي كمل الدواء كمل الدواء تاع ثلاث شهور دوك ما قدرتش به نديه. عنده التبول لا ارادي. ايوه عنده شو اللي ديت له الاخر دوك كي قالت لي عاودي ولي لي. ما قدرتش ما صدتش بها الروح. وين جاي الطبيب؟ الخميس. الخميس. ايه. هادو ما تديريهم لزاكي دوك نزيد نجيب لك يا اخي جبنا لاس. اي هادو ما تانيك بالك يفيدوه دوك نزيد نجيب لك. دونك عندنا لي كوش تاع بامبيز داكور ديريهم له هايلين وشوفي يشربوه ويدفيوه هكذا. ونزيد نجيب لك هادو ما تانيك في الاس تاع يونيفورم داكور اختي. هكذا ان شاء الله نعاونوك. ان شاء الله ان شاء الله اختي. شوفي اسمعوني مليح ركزوا معايا مليح. تسكن في ثنية الحد ماشي في ثنية الحد، تسكن بزاف على برا بعيدة واحد 30 كيلو بعيدة على الثنية. ولازم لها تدي وليدها زكي للخميس. تخيلوا الكونترول ديروا لها في الخميس. بالله عليكم إذا خبزة ما عندهاش باش تشريها لكم شتو معنا الفريجيدار رمضان يا رمضان وما عندهاش باش تاكل، كيفاش تقدر مسكينة توفر مصروف تروح بيه تاع الترونسبور حتى للخميس؟ خميس مليانة. شحال يديك الطاكسي؟ روحوا في الترونسبور يدينا 10000 كل كار. ايه تحي في الكار. روح في الكار مكش ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كرية بزاف يدونا غير 200 250 تحي في الكار. روح في الكار من الثنية للخميس. ايه ولكن كذلك قلت لكم انه برنامجنا هو تاع برنامج تاع الدروس، برنامج انه من خلاله هذا نتعلموا انه نتكلوا على روحنا. لازم تكون عندنا اراده قويه ولازم عمرنا ما نستسلموا. ربما العربي خونا كان مثال تاع الشاب كانت عنده الاراده وانه وصل صوته والحمد لله بارادته وصبره وصموده ربما قدر ينجح، ربما قدر يحقق واش كان متمني. وانا ان شاء الله نقول لك راح تنجح وان شاء الله نشوفوك بعيد وحين نفخروا بيك. وماذا بيا انت تمد رساله قويه. احنا هذا البرنامج كاين ربما نلقاو انتقادات الاخت عائشه، كاين اللي يقول لك اودي هاد الناس كيفاش راكم تصوروهم؟ احنا علاش نصوروهم؟ احنا قادرين نجيو نديروا الخير ونروحوا، احنا باش نحركوا هذوك القلوب الميته، باسكو كاين اللي بدراهمه ما يحسش بهذا الناس، كاين اللي جاره انسان قليل وما ربما دروك الناس اللي تشوف فينا
كاين اللي ضروق قلبه شويه يتجرح يتفكر واحد فاميلته صديبو جاره صديبو يدير فيه الخير. حنا باش نوصلوا الله يطيقنا. انا والله لحمي يشوك على بالك. ربي طيقنا ان شاء الله. خوتي بالدعاء نغير القدر. ما كانش شوفوا الجنة أبوابها راهي مفتوحة في هذا الشهر الفضيل. أتمنى أنه كل واحد فيكم سيؤجر، كل واحد فيكم على مستواه يقدر يدير الخير. صدقوني بعشر آلاف نقدروا نفتحوا باب. لذلك لا تبخلوا على خاوتكم هذوما. احنا لازم نكملوا، ما بقاش بزاف رمضان الفطور عفوا. ماما تجيب لنا الحطب. انا نروح نجيب الحطب ونجي انا لوطا نكملوا نخبزوا. ايوه بعد ما نتلاقاو نشعلوا النار ونكملوا نقصوا هكذا اختي. يلا بسم الله. خاطروا بلي حيجيك لو بلو بو كادو، اجمل هديه كي من خلالي انا طاطاك عايشه نقول لهم كي تجيبوا لك كادو. الشباب كاع انت واشك حاب؟ واشك حاب كادو؟ واشك متمني باش تقرا؟ واشك متمني؟ متمني باش نقرا مليح. باش تقرا مليح. واش رايك تابلت؟ تابلت مليحه تابلت. شوفوا يسكن في دار ريبه، ما عندوش واش ياكل، ما عندوش واش يلبس، بردان مندي يرقد في الارض، دارهم حطيها عليهم، باباه الزوالي الزوالي ما تقدروش تخيلوا، يماه من شده الحاله اللي عاشتها مريضه بالاعصاب. هذا البطل هذا كيما راكم دركا، نحبكم كاع تحييوه وتخلي له في لي كومونتير تعليقات تشجيعيه وتقولوا له بلي برافو عليك. وهذا اللي راح يكون قدوه ومثال لابنائكم اللي عندهم كل حاجه وما يقراوش وماشي حامدين ربي. كل هذه الظروف اللي يعيشها ادى المعدل ها 9.40 على 10. شحال من تحيه تقدير واجلال لهذا الطفل. وشكون فيكم وشكون فيكم ايه راح يشري له كادو الشباب ويتواصل معايا ونجيبوا له الكادو تاعو. شوفوا تابلت، فيلو، بالون، سولي. واش رايك في سولي؟ سولي تاع الفوت تاع محرز اللي لعبوا به لا دانيير فوا هذاك شباب. واش رايك؟ شوفوا سولي بالون وتوني تاع محرز. زيدو زيد تشرط معايا على بالي بلي نعاود نولي ونجيب لك الكادو. تريكو تاع محرز، تريكو تاع محرز داخل في لا توني. شوفوا نحب توني كومبليت، سولي لي با لا توني كاوي ودرابو تاع الجزائر والعلم تاع الجزائر. مبروك عليك 9.40 ما شاء الله عليه. الله يبارك الله يبارك، ربي ينجحو ان شاء الله ويوفقه وان شاء الله تفرحي به وان شاء الله يطلع راسكم ان شاء الله. الحمد لله في برنامج حباب ربي عمرنا في رمضان ما نجيو بيدينا فارغين. دونك حبيت نقول لكم انه انتم طبعا والفتوا شريكنا الدائم، شريكنا اللي يدعمنا ويدعم هاد العائلات وما يخشاش المسافات هو شركة إيغيس اللي في كل مرة تقدم لهم دي باك كومبلي فيهم أجهزة كهرومنزلية من الطراز الرفيع والجودة العالية. دونك شركة إيغيس اليوم ما جبناش يدينا فارغين، جبت لك شوفي اختي ان شاء الله فريجيدير، كويزينيير، ماشينا لافي، عندكم تلفزيون؟ جبت لكم تلفزيون 40 بوس بلازما. وكذلك حبيت طبعا في كل مرة نشكر الحاج حميد وشركة سمارت. تعرفوا علاش كي نقولوا وجعلنا من الماء كل شيء حيا، ربي سبحانه قال لكم افضل الصدقات هو اللي يتصدق بالماء. كيفاش انه الماء يحيي الحيوانات، يحيي الانسان ويحيي النبات. الحمد لله طبعا انه ربي قدرنا، كانت فكره صغيره مشروع صغير والحمد لله ربي سخر لنا الناس اللي نقدروا نجسدوه. دونك في هذا رمضان ان شاء الله شعارنا اشرب يا عطشان راح يجسد من خلال وضع خزانات مائيه
دي سيتيرن تاع 1500 لتر 3000 لتر، يعني اكبر سيتيرنات في كل دوار، وهكذا العائلات تستفاد من الماء لمده طويله. حنا كفريق برنامج حباب ربي ما نحبسوش هنا فقط، وانما راح نضمنوا انه نعمروا الماء اليوم ونضمنوه لمده 6 اشهر ان شاء الله. والحمد لله انه ربي دائما يقدرنا، وتعرفوا علاش هذا؟ لانه ثقتكم الكبيره هي اللي خلاتنا نلحقوا لهذه المرحله، وهي اللي خلاتنا نرسموا البسمه على وجوه هاد الناس. دونك انا نخليك طيبي شويه الشربه، انا بعد نجي نطيب الكسره، نروحوا انا والعربي خويا نحطوا سيتيرنا، جبنا لكم سيتيرنا تاع الماء. صح، ربي يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله. اذا مشاهدينا راكم تشوفوا باباهم راهو جا بعد عمل شاق، بعد يوم طويل جاي وحاكم رافد على كتافه هاد الشكاره تاع السميد. قلت لكم انه في هاد الدواوير وهاد العائلات عايشين غير بالكسره، هذا هو القوت الوحيد اللي عندهم، باين التعب على عينيه. شوفوا ظهروا نحنا من شده انه يرفد الثقل، شوفوا ظروفه، شوفوا حذاءه مسكين قاع مقطع، حتى الحذاء مقطع، البرد هنا ربي عالم بهم. السلام عليكم خويا، تفضل معنا. صحة رمضانك. الله يسلمك، كل عام وانت بخير. الله يسلمك انتم زياده ان شاء الله. الله يخليك. تعبان؟ خير، نتعبوا ايه نتعبوا، تعرف نجيبوا شكاره سميد على ظهورنا، نجيبوا الماء، كلش نجيبوا، كلش نجيبوا، كلش نجيبوا الماء، نجيبوا على في يدينا، مجبر كبرك نجيبهم يدينا. اسمي شكرا تاع السميد، يعني طمور طمور اللي هبطنا بعيد من داك، نجيبوها كما كتبوا فينا هكذا. وانت تخدم؟ يعطينا الشبكه. نعم، يعطينا الشبكه للمال، مش خدام. ايه الشبكه هذيك اللي يعاون، الشبكه اللي يعاوني. ايه لا، يعطونا 500. 500 واش تكفي؟ ما تكفيناش 500 هذيك. هذيك انا كنا دوك نجيب شكرا تاع السميد كيما هكا، يعني نجيب شكرا فارينا وشكرا السميد وصاميل، تبقى لك 300 هذيك. يا دي مصروف تجيب ماكله، يا عندها 5 ايام يا يعني يصرفها. وهذا الشيء كامل هو يتطوع باش يأذن في المسجد متطوع لوجه الله. كاملين ذاك اللي كيكون ما يكونش الايمان هنا، نعاد لك يكون هنا، كيكون عنده صوالح ولا يكون ما يكونش هنايا، نروح نروح هنا عاد ما يكونش هنا. شوف ضحكت لنا انه انتم تجيبوا الماء على ظهوركم وما كانش الماء، حبيت نقول لك انه اليوم جبنا سيتي. ها؟ لكم سيتيرنا. يبارك الله بكم، يعطيك الصحة. كاع الدوار إن شاء الله. إن شاء الله. واش رأيك نحطوها هنا؟ أها. ونزيدوا نعمروها لك اليوم. إن شاء الله. وقبل ما نروح وحنا كامل كيما راكتوا فينا فريق برنامج حباب ربي، نضمنوا لك يعمروها لك واحد 4 شهور 6 شهور، قسمة كتب ربي. إن شاء الله. هكذا خويا. إن شاء الله. إن شاء الله ومازال كاين. بارك الله بكم، يعطيكم الصحة. إن شاء الله. هذه نشكروا طبعا الحاج حميد. واش نتوما؟ دوك نجي دوك نجي دوك نجي. معليش يا عمري، توحشتي بابا فاطمه؟ ايه وهي بابا. اذا مشاهدينا هذه هي السيتيرنا نتاع شركه سمارت للحاج حميد وطبعا رمزي كذلك. نقول لهم شكرا جزيلا اليوم. الحمد لله هذه السيتيرنا حتكون هنا في هذا الدوار. دونك خويا العربي نرفدوها، نعيطوا خونا الاخضر، نعيطوا لخوك راني نشوف فيه من هيك. كاع أيوة. نحبهم اليوم يديروا الخير، كاع يتعاونوا. ايوا راه معايا طفل خويا. أيوة. بالمناسبه غادي يبان معنا. ان شاء الله. أيوة روحوا باسكو عايشه ما تقدرش. دونك فوالا السيتيرنا دوك راهي في الدوار. بارك الله بكم ولا يعطيكم، ولا يعطيكم الصحه ان شاء الله. لا يعطيكم الصحه السيتيرنا هذه كي جبتوها، لا يعطيكم الصحه، يعني تبارك الله بكم. وحنا رانا قاعدين بلا ما كي جبتونا السيتيرنا هذه، تبارك الله فيكم. نروحوا داك الكاميون، هذاك الكاميون العجيب الغريب الذي لا يخشى المسافات، ديجا مكتوبه فيه لا يخشى المسافات.
اليوم كذلك شركة إيغيس الحمد لله فضل ربي سبحانه، ولأنها توثق في برنامج حباب ربي، ولأنها لبلها أنه وين يكون الكاميون تكون عائشة، وين تكون عائشة يكون الكاميون، وعائشة الوحيدة ربما اللي تقدر تلحق لهذه المناطق النائية النائية جدا اللي من خلالها يلحق الكاميون تاع إيغيس. دونك بابا العزيز عندك إن شاء الله ابتداء من اليوم فريجيدار، كويزينيير، ماشينة لافي، و تلفزيون 40 بوص. ان شاء الله تبارك ان شاء الله تبارك الله بكم، الله يعطيكم الصحه والهنا والعافيه، تبارك الله بكم وانتم متين لايك تاع من ديالكم ان شاء الله كاين هاك. كنت تسنى فيها تجي تصيبنا هنا ان شاء الله ان شاء الله كنت نسنى كنت دايما نسنى بكم كيما هاك. اروحوا تشوفوا جبنا لكم هديه، راكي واجده فاطمه. فاطمه كي فرحانه تشوفي الهديه تاعكم. نبداو نفتحوا الكاميون، يلا زكريا روحوا فتحوا الكاميون، فاطمه تعاونيهم. انا اليوم ثاني حبتهم فوالا. بسم الله، واحد زوج ثلاثه اي فوالا. دونك شوفوا عندكم فريجيدال كويزينير وماشينه لافي والتلفزيون. بسم الله نبداو نحبطوهم دي شارجيوهم. يا عمري ما تعرفي تتصوري خمسة حبيبتي انتيا، تعرفي ديري لا بوز يا الشابة. سعيدة مسكينة طاحت البارح، شافوا واحد ضربها بواحد الروبيني طاحت تكسرت. راهي ليك معليش اليوم راني كونجي. راهي كونجي دونك بوريكتوم كذلك سعيدة. شكرا لجمعية المنظمة الوطنية الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وكذلك جمعية مناطق وجمعية مناطق الظل سلطان طبعا في مهمة. دونك في كل مرة قلت لهم ما كانش ربما برنامج يقدر يلحق لهذ المناطق من غير حنا. أكيد مستحيل مكانش. والله ما كان اختي انتم راكم صحاب الدار دركا وحنا ما نسحقوا حتى واحد. اختي نسحقوا اختنا عائشة والجماعة وليكيب كاع. الله ينورك صحاب الدار ربي يحفظكم. المهم راكم تمثلوا تيسم سيلز احسن تمثيل. الحمد لله الله يقدرنا والله العظيم ربي يقدركم ان شاء الله اختي. ويلا الرجالة نتكلوا على ربي ندخلوا الماتريال. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قبل الله صيامكم وصحة فطوركم إن شاء الله. إن شاء الله ربي يتقبل منا الصيام والقيام. حبينا نبدأ هكذا بآذان من عند الأخ والأب، واللي راهو محتاج دعواتكم ومحتاج وقوفكم إلى جانبه وجانب العائلة نتاعو. نعم هذه هي مائدة الزوالي، هذه هي فطور الزوالي، يعني ياكلوا ويتسخنوا بالطابونه والكسره الطيب المطلوع وهذاك الفرنو ما على باليش يدا فرنو وما باليش باش نسميوه. المهم هكذاك ويقول لك العفاف والكفاف. حامدين ربي وصابرين هكذا خويا العربي. بصح فيها حلاوه زينه بنه. ايه بنه صح صافي بليزير. كرهنا من ديك الرفاهيه حاجه زينه. احنا كاع زواوله ولاد الشعب. ايه احنا كاع ولاد الشعب وكامل عايشين كيما راكم ميمسيه.
كي فهمتني كامل عايشين كيما انتيا. ربي يفرج علينا وعليكم ان شاء الله. ربي يفرج. المهم انا نبدا نسقيكم باش نفطروا. نبداو نسقيو صحه فطوركم. ولا انتيا هاكي لحد تاع اليوم انتيا يعطيك الصحه، تعبناكم وكلفتوا روحكم. انا نتمنى ان شاء الله نكونوا دخلناكم بالخير يا رب ان شاء الله، وان شاء الله تربحوا علينا ونربحوا عليكم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. شوف حنا والله دخلناكم بالنيه وبنيه انه ان شاء الله كل واحد يعاونكم ان شاء الله. ربي يحفظكم ويسركم ان شاء الله، ربي يخليكم ان شاء الله. ماكم متمني ان شاء الله ربي يعطيكم ماكم متمنين. امين يا رب. ربي يشفيك ان شاء الله وربي يفرحك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ان شاء الله يفرحك بالولاد ان شاء الله وينجحوا يا ربي ان شاء الله. متمنيه ان شاء الله نشوفك يا عمري. والله كنت متمنيه ان شاء الله نشوفك اختي العزيزه. ربي كنت منك ان شاء الله. ربي متبكيش ماما تفرحي كي تشوفيني، ماشي تبكي كي تشوفيني. انا راني فرحانه، راني ميته بالسعاده اللي شفتكم اختي العزيزه. ان شاء الله نقدر نكون عاونتكم ولو بالشي القليل. ربي يفرج عليك اختي ان شاء الله. العربي قبل ما نخليك تفطر وتكسر صيامك واش تقول لنا كلمه اخيره؟ كلمه اللي نقولها بارك الله فيك انت عائشه، بارك الله في جميع ليكيب تاعنا، ليكيب تكنيك رياليزاتور وكامل ليكيب لي تكنيسيا. صافي بليزير والله كنت معكم، راني فرحان بزاف، راني فرحان بالك اكثر من العائله هذه. وربي يفتح عليهم والله، وحنا رانا كيما اولادكم ان شاء الله، كاش ما تحتاجوا رانا هنايا ان شاء الله. نشكر طبعا كل واحد وقف معنا باش لحقنا لهنا. نشكر الجمعيه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان على راسهم اختي سعيده، الحاجه الاخضر كل واحد باسمه. نشكر كذلك جمعيه مناطق الظل، كذلك هنا في تسمسيل تخونا سلطان، كل واحد راهو يساهم باش نتعاونوا، كل واحد راهو يساهم باش نفرحوا هاد الزواوله. كل مره نقول لكم يد واحده ما تصفقش، وانتم يدنا الثانيه راح نروحوا بها ان شاء الله الى بر الامان ونفتحوا بها ابواب الخير. صحه فطوركم، صحه سحوركم، نلتقي غدا في نفس توقيت نفس القناه. هذا البرنامج قدم لكم برعاية إيريس. استمتعتم بهذا البرنامج مع الرامي.